من كائناتك. قانون الاحتكاك هو هذا، قوة احتكاك تساوي معامل الاحتكاك في القوة العمودية المؤثرة على الجسم، النورمال يعني عمودية، اللي هي العمودية شو تساوي؟ هي نفس وزن الجسم بس معاكسة لها، ام جي وزن الجسم هو الكتلة في التعجيل. وهذا النوع الثاني الكاينتيك فريكشن بعد الشروع بالحركة، نفس القانون بس المعامل يفرق، يحطوا لك كي يعني كاينتيك، وهناك يحطون اس يعني ستاتيك. أمثلة عليه هي هاي، هنا مثال: A large block of ice is being pulled across a frozen lake. يعني فد بلوكة كبيرة من الثلج قاعد يسحبوها من البحيرة المتجمدة، فبالسحب أكيد اكو احتكاك حيصير بينه وبين سطح البحيرة. زين، نطيني هنا